بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، ودرس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية والمواطنة، ألا وهو الدرس 13 من الوحدة 3، وعنوانه التبادل التجاري. التبادل التجاري أبنائي الطلاب هو تداول السلع والخدمات بين الناس. التبادل التجاري هو تداول السلع والخدمات بين الناس. قد يأتي فيها سؤال يقول لك اكتب المصطلح الجغرافي، تداول السلع والخدمات بين الناس فراغ، يبقى هو التبادل التجاري. أو يأتي بطريقة أخرى، التبادل التجاري هو تداول فراغ وفراغ بين الناس، يبقى تداول السلع والخدمات بين الناس. بمعنى آخر، أن يدفع الناس الأموال مقابل البضائع، يأخذ الناس البضائع مقابل دفع الأموال، هذا ما يسمى التبادل التجاري. شراء السلع قديما وحديثا أبنائي الطلاب، قديما قبل ظهور العملات كان الناس يشترون ويبيعون بمقايدة ما لديهم من سلع مقابل ما لدى الآخرين من سلع أخرى. فيشترون مثلا الأقط مقابل التمر، السمن أو الزيت مقابل القمح، الأرز مقابل القمح، وهكذا، يعني مبادلة سلعة بسلعة. هذا كان قديما وقبل ظهور العملات. أما حديثا يشتري الناس اليوم السلع بالمال، سواء من المحلات أو من الأسواق، وقد يشترون عن طريق الإنترنت بوسائل متعددة. يبقى إذن الشراء في الوقت الحاضر أو حديثا عن طريق شراء السلع بالمال بوسائل متعددة أو طرق متعددة. قد يكون دفع المال نقدا بالعملة المستعملة في الدولة كالريال مثلا في المملكة العربية السعودية، أو الجنيه في جمهورية مصر العربية، أو عن طريق الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة أو التحويل البنكي. يبقى إذن الشراء أو التبادل أو شراء السلع في الوقت الحديث أو في الوقت الحاضر قد يكون نقدا، أو قد يكون عن طريق الإنترنت، أو عن طريق البطاقة البنكية. والعملة هي وحدة تبادل تجاري، وتختلف من دولة إلى إيه؟ إلى أخرى، وتكون على شكل ورقي أو على شكل معدني. ومن المعروف أن عملة المملكة العربية السعودية هي الريال السعودي. التبادل التجاري وفوائده: تعتمد الدول على التبادل التجاري فيما بينها من أجل تنمية الاقتصاد، فقديما كان ذلك يستغرق شهورا، كان التبادل التجاري بين الدول يستغرق شهورا أو أكثر. أما اليوم فأصبح التبادل التجاري سريعا، يعني في خلال ساعات، نتيجة لوسائل المواصلات الحديثة والتقنيات الجديدة. يبقى إذن التبادل التجاري كان قديما يستغرق شهورا، أما اليوم فأصبح يستغرق ساعات، ونتيجة لتوفر وسائل المواصلات الحديثة والتقنيات الجديدة. طيب، ما فوائد التبادل التجاري أبنائي الطلاب؟ 1، نحصل من دول أخرى على منتجات كثيرة يصعب توافرها في وطننا، كبعض الفواكه مثل الأناناس والكيوي. 2، نستفيد من صناعات بعض الدول الأخرى مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات. أيضا من فوائد التبادل التجاري 3، نبيع إنتاجنا الوطني للدول الأخرى مثل النفط ومنتجاته والتمور. الواجب علينا أبنائي الطلاب أن نختار الشيء الذي صنع في وطني دعما للاقتصاد، يعني أشتري الشيء الذي صنع في وطني المملكة العربية السعودية دعما لاقتصادها. النشاط الأول: يكمل الطلبة الفراغات. زمن نقل البضائع قديما نعم كان يستغرق شهورا،
أما حديثا سريعا قد يستغرق ساعة أو بعض الساعات. وسيلة المواصلات قديما كانت الحيوانات زي الجمال وغيرها، أما وسيلة المواصلات حديثا السفن، الطائرات، السيارات، القطارات وغيرها من وسائل حديثة. طريقة التبادل التجاري قديما كانت عن طريق المقايضة، سلعة بسلعة، القمح بالأرز، السمن بالقمح وهكذا. أما حديثا السلعة بالمال، تشتري السلعة مقابل المال، قد يكون الريال أو الجنيه أو الدولار أو الدينار أو غير ذلك. النشاط الثاني، يشتري الناس أشياء كثيرة من مواقع الإنترنت، وينصح الطلبة باتباع إرشادات مثل موافقة الوالدين، يعني لا تشتري عن طريق مواقع الإنترنت إلا بعد موافقة الوالدين. اثنين، الشراء من مواقع إلكترونية موثوقة، يعني معروفة ومشهورة. ثلاثة، الشراء بقدر الحاجة وعدم الإسراف. يقترح الطلبة نصائح أخرى، منها مثلا، أنا أعرف أن بعضكم يعرفها، قراءة التعليمات والتقييمات حول المنتج لضمان جودته. الأمر الآخر، الاحتفاظ ببيانات عملية الشراء، الدفع بعد الاستلام، مقارنة الأسعار. يعني لو أنا أذهب إلى المحل وجدت الأسعار مرتفعة وعن طريق الإنترنت الأسعار منخفضة، يبقى يفضل أن أنا أشتري عن طريق الإنترنت. يبقى إذن الدفع بعد الاستلام، مقارنة الأسعار، قراءة التعليقات والتقييمات حول المنتج لضمان جودته، الاحتفاظ ببيانات عملية الشراء. النشاط الثالث، أبناء الطلاب، يحدد الطلبة ما هو تبادل تجاري. المقصود بالتبادل التجاري ليس بين الأفراد، المقصود به هنا بين الدول. دفع قيمة حقيبة مدرسية بالريال السعودي، هذا تبادل تجاري؟ لا، مو تبادل تجاري، ده بين أفراد، لابد أن يكون بين دول. تبادل خمس تفاحات بأربع برتقالات، تقديم هدايا، لا يعد تبادل تجاري. أما دفع قيمة حقيبة مدرسية بالدولار الأمريكي، هذا تبادل تجاري. أما إعادة كتابة مستعار، هذا لا يعد من التبادل التجاري. يبقى إذن التبادل التجاري أبناء الطلاب هو عبارة عن تداول السلع والخدمات بين الناس، بمعنى يدفع الناس الأموال مقابل البضائع. شراء السلع قديما كان عن طريق المقايضة، يعني سلعة مقابل سلعة أخرى. أما حديثا يشتري الناس السلع بالمال. التبادل التجاري الغرض منه تنمية الاقتصاد، وكان في القديم يستغرق شهورا أو أكثر، أما اليوم أصبح سريعا، يستغرق ساعة أو بعض الساعات. فوائد التبادل التجاري، الحصول من دول أخرى على منتجات يصعب توافرها في وطننا، الاستفادة من الصناعات الموجودة في بعض الدول الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات، أيضا بيع إنتاجنا الوطني عن طريق التصدير مثل النفط ومنتجاته والتمور. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، التبادل التجاري. أتمنى لكم أبناء الطلاب الصحة والعافية والنجاح والتوفيق والسداد، دمتم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.